تفوح غابة الأوراس الأشم عبقا رائحته امتزجت بين الأعشاب وما نبت من الأرض وبين عراقة المكان وحجره وشجره وغرسه، الشاهد على ملاحم الثوار وأول رصاصة انطلقت في المكان، وانطلقت معها حكاية تقاليد تأبى الاندثار وتعهد بتجددها مع كل جيل تحت شعار شعب، شعب بلا تاريخ، شعب بلا حضارة. ومن تقاليد هذه المنطقة طريقة احتفال الشاوية في أعراسهم واستحضارهم لعادات سنين مضت، فلا يمكن للعروسة أن تخرج من بيت والدها دون حنة اليدين والرجلين تضعها لها جدتها أو والدتها وهي تزغرد وتغني على أنغام القصبة والبندي. بينما يكون العريس منهمكا رفقة أترابه وضيوفه في استقبالهم وتحضير الطعام لهم، والذي غالبا ما يكون الكسكسي المعروف محليا بالبربوشة، ليفتح بعدها المجال لفرق الرحابة والقصبة والبندير. والرحابة هي رقصة شاوية يقف فيها الرجال الملتحفين الثياب البيضاء والعمائم مع بعضهم في شكل يشبه الصف المستقيم، ويبدأون في التقدم ضاربين أرجلهم في الأرض في شكل شبيه برقصة الدبكة اللبنانية، يتغنون بما يحفظونه من أشعار ومواويل الشاوية التي تتغنى بالحب والشهامة والرجولة. يخرج العريس عروسته من منزل والدها ويأخذها لمنزله، وهناك تتواصل الأفراح.
لانضمام فرقة الرحابة لفرقة الفانتازية والبارود، فبدون البارود وطلقاته المدوية لا يستطيع الشاوية الاحتفال، إذ يتفننون في اللعب بالمحشاشة أو الزويجة وغيرها من البنادق. أكل الضيوف في أفراح الشاوية البربوشة المحضرة بلحم العجل والدجاج ولا منازع لهذا الطبق، يقدمه أصحاب الأرياف في القصعة المصنوعة من الحطب على غرار أصحاب المدينة، في حين يقدمه أصحاب المدينة في الأواني العصرية. ونقصوا وهذا نعطي عشير وهنس عشر وسنك رفيس والدك فون رفيس انت تحت قصر اسمك القهوة الحلبة ذوكو فريق. المهم انت بسك سوك سوم نعرف دي عشير، المهم نسع الشايه نقوم بعد انت قاسم تقاغروم انت هرسيت وانت قدر ستهام ذا الغرس وانت قدر فليت سليت ذا هذا رفيس يتسليت هما دو دا بريزن لغ هما ينخدم العوامل نتبع بريزن نجلود النر نتقى العراس ونتقى السيدي برحمة التي نغرسي وولي ونطارطو ذان والخلاف تغيما دا الجيت ونشين دا الجيت ونتقى سباحا ونتقى قصابا ورقصن سعاد دير قازنا قرقصن وسعاد الخلاف السيدي برحمة التي ونتشوش الفرح باب العرس السيدي برحمة التي وصبحيت أنا من فراق بعد الطعام يبدأ المدعوون في الرقص والغناء الشاوي الأصيل، داعين للزوجين بالصلاح ودوام العشرة. ورغم التقدم وظهور آلات موسيقية جديدة، إلا أن الشاوية لا يتنازلون عن فرقة الرحابة، وإلا فإن هذا يعد بمثابة عار في التقاليد الأوراسية. يختم العرس بالطمينة، الحلوى التقليدية المشهورة في المنطقة. جاءت فكرة تنظيم هذا العرس التقليدي من قبل جمعية مركوندا للثقافة والفنون ببلدية أكسلانت بمساهمة عدة جمعيات وفرق فولكلورية كما تشاهدون. طبعا جاءت نتيجة أو لفكرة إحياء التراث الشاوي الأصيل المتعلق بالعرس التقليدي في هذه الجهة الغربية للأوراس، ومن خلال هذه الفكرة نريد أن نوصل يعني التقاليد والعادات التي تنظم خلال العرس التقليدي، ابتداء من انتقال العروس من بيت أهلها إلى بيت الزوج طبعا والعادات التي تواكبها وتسيرها، مرورا بالأكلات الشعبية التي تنظم خلال هذا الاحتفال الرائع، وأخيرا العروض الفولكلورية المتنوعة خاصة منها ما يتعلق بالرحابة أو القصبة والبندير أو ألعاب البارود، وأحيانا يعني أحيانا تكون هناك ألعاب خاصة بالخيالة والفرسان. طبعا هذه الفكرة يعني لما تنشأ في هذا العرس التقليدي نظرا لقلة الإمكانيات. ها
هذا التشبث المتين بالعادات والتقاليد الحضارية أخذه أيضا فنانو المنطقة، فتجد في أغانيهم التراث الشاوي العريق، كما أن شباب الأوراس متمسكين بهذا الفن. وليس غريبا على منطقة الأوراس على غرار باقي مناطق الوطن هذا الإرث الحضاري والحفاظ عليه، إذ يبرز تاريخها عراقة أهلها وأخلاقهم الرقية وتمسكهم بما خلفه أجدادهم.